طال الله عمركم في طاعته ولينا بكثير من الصالحين يعلمون الناس مكارم الأخلاق وشجاعة الرسول وكرمه، ولكنهم يغفلون عن أهم أمر في دعوته وهو الدعوة إلى التوحيد فلا يحرصون عليها، فهل من كلمة حيال ذلك؟ يا أخي الرسول أول ما بدأ به التوحيد، فلماذا ما تبتدي بالرسول؟ بل كل الرسل أول ما يبدأون بالتوحيد، فلماذا لا تبدأ بما بدأوا به وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف لدعوة الرسل، هذا مخالف لدعوة الرسل. نعم. يقول